الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده أنا بعمله كنت لازم أعمله لأنه شكر وتقدير وعرفان بجميل أحد الناس المهمة جدا في حياتي في الفترة دي، وهم فريق عمل شتايجنبرجر كورايا، فندق شتايجنبرجر كورايا، اللي الحمد لله أثبتوا بشكل كبير جدا أنهم قادرين على تحدي الأزمات، وان هم يتكاتفوا وترابطوا في جميع الاوقات، وخاصه في الظروف اللي بتمر بيها البلاد، مصر وقطاع السياحه بشكل خاص والعالم كله بشكل عام. فخور باني احد اعضاء الفريق، واتمنى ان شاء الله ان الازمه دي تنتهي في اسرع وقت، واملنا وثقتنا في الله كبيره جدا، فتفائلوا ان شاء الله يا رب خير. فخور اني احد اعضاء او فريق عمل شتايجنبرجر، وفخور بإني أحد أعضاء وفريق عمل جاز هوتيلز جروب. شكرا لك.